حسيت نفسي اني مسجون. يا بنت ده انت السجانه مسجون، سجانه وتعز انك مسجونه، جديده دي وربنا جديده. السجن يا صابر مش سور عالي باب مقفول عليك، لا السجن ممكن يكون في هدنه مش طايقه وشوش ناس مش عايز تشوفها، شغلانه مش رايده. السجن كسرة وقهرت نفسي. حضرتك جربتيني على شقتي، جربتيني على شقتي، ولا نسيتني كان بيحصل في السطوح يا غالية؟ ما تجيبش سيرة أمي على لسانك يالا، ما تجيبش سيرة أمي على لسانك يالا، اخرس اخرس. الحق بيزعلك صح؟ الحق بيزعلكم. فوق ما كلها وسخة في وسخة، والوسخة اللي بره دي بقى ما بيسلمش منها الا الله. الوسخة اللي بره يا غالية ما بيسلمش منها الا الله. هتمسك ايدك عليا، انت مش راجل يالا، انت مش راجل، انت عايش على قفا واحدة ست. عارف يعني ايه؟ يعني واطي احمك. طب وحياه امك اللي خليكي تحصليها؟ اوعيني كمان امك، اوعيني تجيب امك تنزل خمسه بثمانيه. بقولك نزلي ايدك، تعبان عليا اللي في بطني يا بنتي، نزلي ايدك. بقولك عليا اللي في بطني، لسانك يفضل جوه بقك، فاهمه ولا مش فاهمه؟ نزلي ايدك. كلمتي في التليفون كان فين؟ كان في القهوة، كان في القهوة. أيوة. ولما كلمتيه قالك إن هو هيجي؟ أيوة، هو قال إن هو جاي. لما جه أنا
انا اتخانقت معايا، اتخانقت معايا عشان كان بيضحك عليا وياخد مني الفلوس وما بيدفعش بالصوت. لقيته طلع مضغوط من جيبه وكان طلع مضغوط من جيبه وكان عايز يخزها فيا. مسكت ايده، مسكت ايده وبعدين هو خد المضغوط تاني مني. ايدي فضلت متبتة عشان كنت خايفة الموضوع تيجي في بطني. اما هو زي ايدي جامد والموضوع جت في رقبة راضي راضي وفوقي على الأرض. بس صبر ما لقيتهوش، جري جري. كنت عايزة أشيلها منه، ما كنتش عارف ياخد نفسه. هو كان بيدافع عني. اللي حصل انا ما قتلتوش، انا ما قتلتوش والله العظيم ما قتلتوش. طب اهدي اهدي يا غدا. وبعدين لقيت نورة جت وانا قلت لها ان ده الاسعاف. الشهدة نورة محمد صديق قالت انها سمعتك بتقولي للقتيل انك هتقتليه قبل ما يقتل صابر. ايه رايك في الكلام ده؟ كدابة كدابة. انا ما قتلتوش. كدابة. الشهدة قالت ان صابر ما ظهرش اصلا. صعب عليا قوي اللي انا هقوله لك دلوقتي، ان انا اب وعارف. بس اكيد اللي هيصبرك انه ممكن يكون سبب في دخولك الجنه. سعيد ابنك ربنا اختاره. فاكر اللي في بطني يالا؟ فاكره ولا مش فاكره؟ فاكر لما دخلتني السجن وانا عامل؟ فاكر لما شفت علي دور؟ فاكر ولا مش فاكر؟ فاكر ولا مش فاكر يالا ما ترنت؟ فاكر ولا مش فاكر يالا؟ مش فاكر. معلش معلش. لا سامحيني يا غلاء والنبي، سامحيني والنبي والنبي، سامحيني والنبي. ربنا اللي خلاني ما كان قصدي، والله العظيم ما كان قصدي. هي السبب، هي السبب، هي اللي عملت كل حاجه. يا جبان يا واسك. بسك اسكتي خالص يا جبان. اسكتي يا العالم اللي شفناكي فيه. قول لها. والله العظيم هي السبب.
قول لها ان انت كنت بتقولي ان انت معاها عشان خاطر الفلوس. تخرس خالص، ما تفتحش بقك، بقك ما تفتحوش. ما سألتنيش اسم الواد ايه؟ ما سألتنيش الواد كده اسمه ايه؟ كان؟ كان اسمه سعيد. كان؟ مات في المؤسسة. ليش كنت سمحتكم انتوا الاثنين؟ سبتكم تعيشوا. نعيش 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 نعيش.